وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وتحت شعار نبض الحياة أمل البراءة، هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد على حسابه على تويتر أطفال الجزائر: أطفال الجزائر تحتفل الجزائر اليوم الموافق إلى 20 نوفمبر 2020 باليوم العالمي للطفل، متمنيا لأطفالنا مستقبلا زاهرا وحياة ملؤها الأمل والطموح، فهم النشء البار المعول عليه لبناء الجزائر الجديدة.